ان شاء الله ما اكون ثقلت عليك بسوالفي ومشاكلي اللي ما لك علاقه فيها. لا تقول كذا يا حمدان، بالعكس، بس انا متفاجئ من المشاكل اللي انت مريت فيها. بعدين انت غلط انك تترك العلاج وتترك المركز. مليت يا سلطان، مليت وتعبت، قلت اهد كل شيء واشرد. حمدان انت فنان وممثل معروف وموهوب، يعني لازم تكون واعي لوضعك. ليش؟ انا تم فيني حيل على التمثيل ولا على التركيز؟ انا حتى الحوارات بسطرين قمت انساها. حمدان اسمعني، انت بنيت نفسك طول هالسنين، ما يصير تهدم كل اللي بنيته في يوم وليله او تعقه ورا ظهرك. حمدان انا حضرت لك مسرحيه، كان في يومها عندي تصويره هناك عندكم. تخيل بعد نهايه المسرحيه الناس وقفت تصفق لك 10 دقائق، هذه كلها محبه الناس لك. لا تذكرني يا سلطان، يمكن وجع فراقي على نجوى وبنتي ما يقل عن وجع بعدي عن المسرح، بس ما كان عندي حل، كان لازم ابتعد. قمت اخرب واشوش على اللي يشتغلون معاي. ما ابغيك تفهم من كلامي ان انا ابغي اقول لك ان النجوى سيئه ومو بزينه ابدا. حاولت تساعدني مره ومرتين وثلاث، بس الظاهر وقتها انا ما حبيت اساعد نفسي ولا اخلي حد يساعدني. الله يكون في عونك. انا اتمنى ان شاء الله الامور ترجع لمجاريها. الله يسمع منك. يلا مرحبا. يلا مع السلامة. خير حمدان؟ أقول أخوي سلطان، يعني دام نجوى تثق فيك وتسمع كلامك، ليش ما تكون محضر خير بيني وبينها؟ الصراحة فاجأتني، ما أدري شو أقول لك، بس ما أدري إذا هو يحق لي ولا لا إني أتدخل بينكم. عشان أخوك، إذا تقدر تخدم أخوك في هالموضوع. حمدان أنا ما بوعدك، لكن بحاول وفي وقت مناسب. مشكور وما تقصر. يلا مع السلامة. اسف ترى ما انتبهت لك، انا لو مو ملتفت بالصدفه كان ما شفتك. عادي عادي، ما له داعي كل هالمبررات، ترى احنا سنين نشتغل مع بعض وحافظين بعض. انا حظتك وادري ايش بتسوي، والحين بعد اعرف شنو بتقول. حتى لو هذا ما يعطيني العذر امر من قدامك من غير ما اسلم عليك. انت يا نجوى انسانه وايد قريبه مني، انا اصلا ما انسى وقفتك معي في اصعب ايام عمري. واي ايش دعوه كل هالكلام هذا، ترى الموضوع مو مستاهل. زين قولي لي انت ايش عندك الحين؟ بروح اخلص قائمه المواضيع الطويله اللي طلبتها مني الاستاذه نوال. انا ادري انتم عليكم ضغط هالفتره، بس ما عليه، هذه فتره انتقاليه للمجله. على فكره ترى انا كنت رايح اتغدى، كنت كذي يعني اقول بيني وبين نفسي اذا تحبين نروح نتغدى سوا واعزمك على الغدا، اذا ما تبيني اعزمك انت اعزميني عادي. افا عليك، ما طلبت شيء. ودي صدقني، بس المشكلة لازم أخلص الشغل مال الأستاذ نوال ولا بتذبحني. يا بنت الحلال، العمر يخلص والشغل ما يخلص. بعدين ولا يهمك، أنا أتوسط لك. شنو أنت نسيتي إن أنا سكرتير عام التحرير؟ إي ذا الموضوع في واسطة. يلا عيل خلينا نروح، بس ها؟ مو باكر تقولي وين المواضيع؟ لا باكر ما راح أقول لك، بس عقب باكر إذا ما جبت المواضيع يا ويلك، لفت نظر على طول. واي ما يسوى علي هالغدا. امشي امشي. يلا. زين طالما أنت عازمتني بتوكلينا بالله؟ خبز وجبن، احلى خبز وجبن. خبز وجبن الحين يوم انت صارت العزيمه عليك؟ اي بعد شنو؟ اذا انت تبي كلش بنحط لك عليه عسل. لا لا اذا بيض وجبن. بيض اذا بيض يعني شوي على الاقل دفعي. اوكي وشوي كرك. ربيك بكره اجيب فلوس، ما اجيب فلوس انا بنى الدكان مالته. ها؟ يلا. سوي تنظيف، سوي تنظيف مني، يلا بسرعه سوي تنظيف. شو هالعالم هذيل؟ لا حول ولا قوة الا بالله. ايه بابا جيب فلوس بكره يلا. ها
عالم يوميا نتكلم وياهم بدون فايده. سوي تنظيف. اعوذ بالله من هالبشر هذا. ما يفهمون. كم عيزنا من كثر ما نقول لهم نحن. يوميا على هذا الحال، يوميا انا بينفجر قلبي من هالسالفه هذه. بابا فلوس فلوس بكره جيب. اوف. انت هذا اوراق مالك خلاص ها بكره تعال المكتب. شو هالحاله هاي؟ ما بحاله وياهم. اوف. انا مستغرب من هالعالم هذيل، وقت الدفع كلهم يشردون، ما يبون يدفعون. يا انا الضغط. يا انا هذا اللي يسمونه سكري. ابو سالم. نعم ابوي نعم نعم. شو عندك؟ شلونك اليوم؟ والله مثل ما شايفه يا ابوي، على هالحال من الصباح الين النام، على هالحال ويا هذيل. ابوي انت منو؟ انا اللي وقفت برا عرفتك على نفسي، انا مهره اخت ماجد. اي عاد سلمت الله، انت جيتي متاخره. لان بارك الله فيك مكتب الخدم سكرناه خلاص. مشاكل وايد، العن من مشاكل هذيل بعد. لا 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 انت فهمت غلط، انا ما ابي خدامه. انا مهره اخت ماجد رفيجك. ايه اخت ماجد، ماجد الحرامي النصاب العود. هاتوا لنا ابوي شيء، هاتوا لنا شيء نشربه، نشف ريجي انا من سمعت اسم المقرود هذا. ليش طلبت الحلو قبل الاكل؟ انا هيك بحب. بس هذا شيء غريب، يعني الواحد يبلش بالحلو بعدين ياكل. يعني كيف بدي اشرح لك اياها؟ هي عاده قديمه. او بالاصح انا عودت حالي عليها. انا ببدا بالاشياء اللي بحبها وبترك الباقي للحظ. تزعلين اذا قلت لك انا ما فهمت. انا هي العاده عندي مو بس بالاكل، صارت تقريبا بكل شيء. اسلوب حياه. انا لسنين طويله من عمري وانا كنت اجل الاشياء الحلوه لبعدين، على امل انه يجي بكره احلى وانه يكون افضل. بس للاسف كان يجي بكره بمرارته، وكانت الاشياء الحلوه تختفي، وكان تجي الحلاوه بس مو بالحلاوه اللي انا متخيلتها. وهيك صرت ابدا بالاشياء الحلوه قبل. اذا احنا بنفلسف الموضوع يعني تبقى وجهه نظر. ايش فيك ما كليتي شيء؟ معقوله؟ ما جستي صحنك انت؟ شبعانه انا. كان بس ودي اني اشوفك واطمن على اخبارك. صح كلامك، احنا صار لنا فتره ما التقينا، ما قعدنا مع بعض. وين عاد اول كنا نلتقي كل يوم؟ نجوى انا اعتذر منك، انا ادري اني مقصر معاك. بس لا تلومين، شفتي اللي صار عندنا في المجلة، التغييرات اللي صارت، ويا راشد المفاجأة يعني. ويش علينا منهم؟ أهم شيء إنك تكون بخير. عاد الخير عند الناس نسبة وتناسب. في واحد شوية خير لا يكون مرتاح، وفي ناس غرقانين بالخير ولا حاسين فيه. أنا التقيت بحمدان. كنت أبي أشوف هالإنسان هذا، هل مكانه بقلبي أقدر أرجع له؟ تعرف اكتشفت إنه ما يعني لي. يعني حاسة نفسك تحررتي منه خلاص؟ طبعاً أكيد. أنا عن نفسي للحين مو فاهم مشاعري. أحياناً أحس إني خلاص تغلبت على مشاعر الحزن. كل شيء نسى بالنسبة لي. ساعات أحس إن اللي صار كنا صاير من نص ساعة بس. أنت مو مطلوب منك تنسى. بعدين اللي صار معاك غير عن اللي صار معاي. أنت اللي صار معك قضاء وقدر، بس أنا اللي صار معاي باختياري. أنا اللي ورطت روحي بهالورطة. الله يقدرني وأقدر أفكر في نفس الطريقة اللي أنت تفكرين فيها. زين انا مضطره امشي الحين، لازم ارجع الدوام. نجوى انا ازعجتك بشيء؟ لا ابدا، ليش تقول هالكلام؟ ما ادري من اول ما قعدنا حاس ان انت عندك وايد اسئله تبين تسالين اياها، بس الى الان ما سالتي ولا سؤال منها. لا يعني شوف، يمكن الشيء اللي كان مضايقني انه حسيت ان احنا صرنا بعاد عن بعض وما نلتقي،
بس الحين بمجرد اني قعدت وياك وقعدنا نسولف راحت مني هالفكره. بقول لك شيء، صدق احنا ما قعدنا قاعد مع بعض نفس اول، يعني شوفتنا قلت، بس تاكدي ان انت اقرب انسانه بالنسبه لي. نجوى، احيانا احنا يعني نهمل ناس قراب منا حيل، مو لانه ما عادوا شيء مهم او انه ما نحبهم، لا، لان احنا واثقين من غلطنا عندهم، ندري انه ماكو شيء راح يغيرهم علينا. احنا اذا قعدنا وايد ما راح نخلص كلام نقعد لي باكر. يلا لازم اروح، لازم ارجع الدوام. يلا خذيني معك عيل. سوزمي ليش ما بتاكل؟ بعد نظريتك واكلتينها الحلو كله، هذه بعتبين اكل، ضل فيها اكل، خلاص. شفت؟ نظريتي ما ناسبتك. هي روحت عليك الغداء. يعني تجربة. بس انا اعتبرها تجربة فاشلة ما راح اكررها بصراحة. بس الانسان يعني لازم يجرب حياته 100 قصة وحكاية عشان يعرف ايش يبي بالضبط. ناطر حدا؟ لا 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 عكس، يبتي سيرة المرارة أنت أكثر من مرة، يعني شيء غريب يعني نية صغيرة بعمرك، يعني للحين ما ذقتي المر في حياتك. الجواب على هالسؤال مو سهل أبدا، محتاج وقت طويل، ونحن يا دوب نرجع المكتب. تو الناس على الشغل أحكي، انت شغلك وين ما انا اكون، صح ولا لا؟ اذا عم تفكر تدير المجله من هون هذا الكلام بيكون صحيح. طيب خلينا ندفع الحساب. لا 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 هالمره بليز عن جد علي. انا الحين حضرتك ركبتيني سيارتك وجبتيني عشان والله تشعرين بالامان، اذا طلبت الفاتوره ودفعتيها تشعرين بالامان؟ لا 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 مو لهي الدرجه، بس انا حابه اعزمك. خليها الأيام الجاية إن شاء الله نقابل عزوماتك من الحين. عزومات؟ أوه بلشنا نتراجع شكلنا. الحساب لو سمحت. أحيانا إحنا يعني نهمل ناس قراب منا حيل، مو لأنه ما عادوا شيء مهم أو إنه ما نحبهم، لا، لأن إحنا واثقين من غلطنا عندهم، ندري انه ماكو شيء راح يغيرهم علينا. صدق انا غبيه، ليش ما سالته هو ليش مهتم بالمهره؟ كان المفروض اني اساله. الو هلا سلطان، هلا اخوي شلونك؟ والله اليوم صعبه جدا. ليش في شيء؟ صاير شيء؟ اي عاد قول اذا محتاج شيء قول، لا يردك الا لسانك، لا تستحي. انزل خلص عيل اشوفك باكر ان شاء الله. يلا باي، الله يعطيك العافيه، باي. وسالم انا جايتك وكلي امل انك تساعدني وتوقف معي. والله انت على عيني وعلى راسي. والفرق واضح بينك وبين اخوك، مثل ما يقولون البطن بستان. لكن شو تبين اسوي؟ ما بيدي شيء اسويه. اخوك ماجد هذاني مو بمره ولا مرتين ولا ثلاث. ولا تفكرين اني انا من اول مره صرت الشرطه، لا 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 لا. يعني اخر شيء وصلت عندي اني اسير احبه على راسه في المحل. انا عارفه انه هو اذاك وايد. بس انت ما رح تستفاد شيء واخوي ماجد مسجون. يعني حقك ما رح يرجع لك لو تم امه بالسجن. انا من رايي انك يعني لو تتنازل عن حقك، واوعدك بس يطلع ماجد اخليه يشتغل وانا وياه نسدد لك الدين. اقول انت اكيد اخته ولا انا ملعوب من اللعيبه اللي يسويها دوم؟ لا لا لا
صدقني انا اخته تبي تشوف هويتي؟ لا لا ما له داعي. اخته وما تعرفين ان ماجد هذا عمره ما بيتصلح. قالت اشتغل ويسدد ديونه. هذا في طبع ابو طبيع ما يوز عن طبعه يا ابوي. ما في امل انك تساعدني؟ والله لو جايه تطلبين 100 طن من السمك كان ما بخلت عليك. لكن اساعد اخوك ماجد اثقل على قلبي من 500 طن من السمك. ما تقصر ابو سالم، مشكور. انت ما تصدقين جيتك ايش كثر غاليه علي وعزيزه. يعني صراحه اثرت فيه وايد. لكن شو اقول لك؟ في هالموضوع هذا سامحيني. اللي تشوفه على راحتك، مع السلامة. حياك الله، في امان الله. معقول ماجد هالنصاب هذا عنده أخت بهالجمال هذا؟ بهالحلال؟ بهالرقة؟ بهالطيبة؟ هلا استاذة مهرة. هلا استاذة نوال. اشوف مو بس المواد ما خلصتيهم، حتى المكتب ماتين ولا تداومين. انا اسفة بس انا كنت واسفك. هذا وين اصرفه؟ لو كان ينفع عنوان على الغلاف كنت قبلته، لكن اقول لك شوفي اقرب سلة زبالة وارميه. اذا ما عندك قدرة تشتغلين قدمي اجازة طويلة من غير راتب او استقيلي. في مليون طريقة وطريقة علشان ترتاحين وتريحين. حاضر استاذة، حاضر. أوعدك ما راح تتكرر مرة ثانية. يلا بنشوف. مو يقولون الحق الكذاب لباب البيت؟ خلينا نشوف. القائمة عندك وخليني أشوف إيش كثر تقدرين تخلصين. يلا. مع السلامة. يلا بابا يلا يلا شيل هذا، شيل كتر مني. يلا شوف يلا. شنو تبيني أسوي لك يا ماجد؟ ما حد راضي يساعدك. يا رب إيش كثر صعبة لما أحد يسألني أنتي أخت النصاب ولا لا؟ وايد صعبة. مو بس دمرت حياتك يا ماجد، أنت بتدمر حياتي أنا بعد. خلينا من هالتعاطف الغريب والمفاجئ مع مهرة وقولي لي إيش صار في أول موعد خاص مع راشد؟ طولي بالك، لسه ما صار في مواعيد. كان مفترض يكون معنا عبد العزيز. سميه مثل ما تسمينه، بس المهم قولي لي إيش صار. يعني شو ممكن يصير بموعد ما تجاوز الساعة ونص؟ يعني كنتوا عاطين ظهوركم حق بعض؟ أكيد كان في حكي. إيه حكينا، بس مو مثل مالك بتخيلي. أنا حاولت كون طبيعية، لأنه واضح حدا كتير ذكي هو وبيهتم بالتفاصيل. زين وبعدين؟ ولا قبلين أكلنا ورجعنا على المكتب. يعني ما حسيتي بشيء؟ شيء مثل شو؟ يعني المرة من أول نظرة تقدر تعرف إذا الريال معجب فيها. صعب، سهل، ممكن يتأثر بسرعة. بس أنا صعب هلأ أحكم على الموضوع، بكير كتير. بعدين هو ما هو شخص خفيف مثل ما أنت متخيلة. كذي بيصعب المهمة علينا. قصدك علي أنا؟ تعالي. وين رايحة؟ طلب مني جهز له معلومات عن نسب التوزيع والاشتراكات. شكله ناوي يعمل حملة ترويجية للمجلة. حلو. أبي نسخة من هالنسب. وأي ورقة فيها أي معلومة توصل مكتب راشد، أبي نسخة منها. إيش فيك؟ كأن كلامي مو عاجبك. لا مو قصة مو عاجبني. بس أنا خايفة من استعجالك. اوكي مع السلامة، باي باي. تخيلي منو متصل؟ أكيد واحد من دوامك. ما تتوقعين، تخيلي بس أنت منو؟ يو يا سلطان عاد خلصني من غير مقدمات، منو؟ هذا حمدان
اللي تهجم عليه زوج نجوى. شو؟ حمدان؟ وانت بعد لين الحين قاعد تاخذ وتعطي وياك؟ وازيدك من الشعر بيت، ان احنا قمنا نطلع مع بعض ونيلس ونسولف بعد. لا 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 لا، انت قاعد تتغشمر وياي صح؟ لا والله ما اتغشمر. بس ما ادري، يعني حسيت ان هذا الرجال نظيف من داخل. حبيته. سلطان، انت ليش طيب وايد؟ عيب ولا غلط؟ ولا عيب ولا غلط، بس تبغي الصراحة السالفة كلها مو بداشة مزاجي. يعني كيف واحد يتهجم عليك بالأول وحين يبغى يصير صديقك؟ كيف كذي؟ تعرفين شو مشكلتنا نحن البشر؟ ومشكلة أغلب الناس؟ إن نحن ما نعطي نفسنا وقت عشان نعرف شو حقيقة البشر. يا غناتي، ما حد ينولد سيء ولا شرير. هذول ناس مساكين. هذه الضغوط والمشاكل اللي جتهم تخليهم تتصرف كذي بس. وأنا عن نفسي حاولت أبحث عن الإنسان الطيب اللي داخله. الله يا حالاتك يا سلطان. لا، الظاهر أمي دعت لي عشان الله سبحانه مطرش لي واحد مثلك. وفوي، شو الشيء اللي ممكن يخليك تنفصلين مني؟ أنا وايد أشياء عندي اللي تتمسكني فيك، يعني ما عندي جواب لهالسؤال. ممكن مثلاً الكذب؟ هي الكذب. بس ليش هالسؤال؟ لا خطر على بالي بس. زين، أنت شو اللي يخليك تتركني؟ أنا إذا ما جبتي لي البيتزا اللي هو الحجم العائلي، لأني ميت يوع، يمكن أتصرف تصرف غريب. إنزين، وإذا ما عندهم حجم العائلي شو بنسوي؟ راح أقطع العلاقة طبعاً. فيها قطع العلاقة؟ لا يا أبوي، عيل بعينها بإيدي. شال حزة. بصراحة عندي التزامات وايد بالنهار ومو قاعدة فقاعدة أخلص شغلي بالليل. إي بس جيت راح تتعبين وايد. أدري، بس بيني وبينك أستاذة نوال بهذلتني اليوم بهذلة مالها أول من تالي. بصراحة هي معاها حق فعلا، إحنا ما يصير نخلط الأمور الشخصية بالشغل. فعلا معاها حق. الإنسان أحيانا يحاول يشغل نفسه بالشغل علشان ينسى همومه ومشاكله في الدنيا، لكن بشغلنا احنا ما ينفع هالكلام. شغلنا يبي له تركيز، لان اي مشكله خارجيه ممكن تاثر على المواد اللي تكتبينها. معك حق. معناته الليله انت اخر واحده بتطلعي من المجله، مو كذي؟ شنو؟ ليش ما بقى احد غيري الحين؟ لا، اذا انا مشيت الحين انت اخر واحده. انزين، ممكن تنطرني بس 10 دقائق اخلص الشغل البيدي ونطلع سوا اذا ما عندك مانع طبعا. حاضر. من هذه قبل هذه. اصلا انا ما عندي شيء. مشكور، انا بس يبي لي 10 دقائق. في راحتك. في شيء؟ لا ابد ماكو شيء. بس الظاهر انت ما تعرفين تشتغلين اذا احد قاعد يطالعك، مو كذي؟ بصراحة اي ارتبك شوي. خلاص عير، انا بروح مكتبي، عندي كم ايميل ابي ارسلهم وبقعد انطرك. اول ما تخلصين كلميني. انا بس ابي لي 10 دقائق. على اقل من مهلك. الو، اهلين بابا، انا منيحه ومشتقت لك كثير.
عن جد عم تحكي؟ أي ساعة بكرة؟ إيه خلص أنا رح أطلع أستناك بالمطار. لا كيف ما في داعي؟ ما أحلاني وبعثت لك شوفير أو مخليتك تجي لحالك مثلاً تاكسي. إيه أنا من كثر ماني مشتاقة لك، يمكن أطلع هلا أستناك بالمطار. طيب ماشي. أوكي. لا ما بدي غير سلامتك. بابا معلش جيب لي كم شغلة من غرفتي. أوكي. أنا رح أبعث لك فيهم مسج. أوكي ماشي. باي. لا تنسى بكرة اجتماع الساعة 10 من مجلس الإدارة. شاكر لك اهتمامك بجدول أعمالنا. أتمنى هذا الاهتمام يكون دائما. يعطيك العافية. آسفة وايد، أدري أخرتك. لا أخرتيني ولا شيء. رانا من هذول اللي يضيعون وقتهم بالشغل اللي سولفنا عنهم داخل. لا بس يمكن تبي تروح البيت تقعد مع ولدك تلعب معاه. إيه هالحزة ولدي. ولدي نايم ما يدري عني. تصدقين أنا ما أشوفه إلا الصبح قبل يروح المدرسة وبالويكند، ولا غير كذي ما أشوفه. الله يخلي لك إياه إن شاء الله. خلص أنا بروح الحين، تصبح على خير. مهرة. نعم. ما ادري كنت يعني بقول اذا انت فاضيه نفسي وما عندك شيء ايش رايك نروح نتمشى شوي؟ يقولون المشي بعد يوم طويل من التعب يطلع الاسترس اللي بالجسم. فكره وايد حلوه بس مستحيله، تعرف كان عندي ضغط شغل وايد اليوم ومو قادره امشي بصراحه. ايه خلاص على هواك. بس عندي فكره وايد احلى. شنو؟ انا اعرف كوفي شوب وايد كلاس. ايش رايك نروح فيه ونشرب لنا شاي اخضر؟ يقولون الشاي الاخضر يخفف من ضغط الشغل. هذه الافكار الحلوه. شنو مشي ما مشي؟ امشي بخير راح نشرب شاي اخضر. خلاص اوكي، انا بركب سيارتي وانت الحقني. يلا انا وراك. مختفية لا حس ولا خبر. بعدين اقول لك، المهم الحين دليني على كوفي شوب بيكون وايد كلاس ويبيع شاي حلو. كوفي شوب حلو؟ كل المحلات والكوفي شوبات حلوة اللي عندنا. لا لا لا، ابي كوفي شوب وايد كلاس، يعني شيء وايد مرتب ويبيض الوجه. عشتوا صايرة تروحين كوفي شوبات من وراي ها؟ اي مشاوير اي خرابيط، بعدين اقول لك المهم قولي لي. مو بقايلة لك لو تموتين، اول اعرف ليش. يبقى أنا تورطت مع عبد العزيز وعزمته على شاي، والحين أنا ما أعرف ولا مكان، ما أدل غير هذا اللي ورا المجلة اللي يبيع كرك. قولي لي يلا. إيش فيك سكتتي؟ قاعدة أحاول أتذكر لك مكان حلو ومميز وخاص، بس ما هي شيء في بالي. تكلميني بعد 10 دقايق يمكن أتذكر لك شيء. يلا روحي الحين. باي. صار نبي نروح تاخرنا. انا اسفه بصراحه، انا كذبت عليك. كذبت علي بشنو؟ انا ولا اعرف كافي شوب زين ولا شيء، انا ما اعرف غير راعي الكرك اللي يبيع ورا المجله. خلاص خلاص نغير الاتفاق، نقلب الايه. شلون يعني؟ يعني بدال لا تعزميني على مال الكرك هذا، خلي اعزمك انا على خوش مكان يسوون خوش شاي اخضر. امشي وراي. خلاص اوكي. يلا.
ماما فلان تعالي داخل. ان شاء الله حبيبتي. ان شاء الله. يلا. ما قلتي لي وين وصلتي بموضوع اخوك ماجد؟ ما وصلت المكان. اليوم تسكر اخر باب ابويهي. ما ادري ليش اموره حاسه شايله المشاكل كلها بروحك، ليش؟ ما ادري. تصدق ان انا طول الوقت قاعده الوم نفسي؟ يعني قاعده اقول إذا أنا ما رضيت أخذ له القرض أو ما وافقت على بيع البيت كانت الأمور ما وصلت لهني. يعني أنت لو سويت كل هذا برأيك إنه بتنحل المشاكل؟ أكيد لا، بس على الأقل كانت تأجلت شوي. سياسة ترحيل المشاكل هذه من أسوأ أنواع الحلول، صدقيني. مهرة ممكن فجأة ومن دون سابق انذار المصايب هذه كلها تجمع وتنصف فوق راسك وانت ما تكوني مستعده. على العموم خلاص انا ما عاد عندي حل غير ان انا اوقف واطالع اخوي قاعد ينقض بالسجن. ما تتصورين ايش كثر انا متعاطف معك. مهره تدرين لو انا مكانك شو اسوي؟ خذيها مني نصيحه واتمنى انك تفهميني صح. انا لو بموقفك حد المشكلة هذه كلها باللي فيها. يا مارا المشكلة وايد كبيرة، المشكلة مثل الدوامة، ما تدرين في أي لحظة ممكن تسحبك معاها. على فكرة راودتني هالفكرة وايد. بس تصدق عبد العزيز؟ أنا في عاطفة كبيرة تجاه أخوي ماجد. ما أدري يمكن لأنه هو أخوي الوحيد اللي مالي غيره وما له غيري. يمكن لأن أمي قبل توفى الله يرحمها وصتني عليه. وهالعاطفة مخليتني آخذ قرارات أبداً ما تشابهني. ألو؟ مرحبا حبيبتي. إي هلا هلا أبو سالم، شلونك؟ والله ما يعني أنا ما بعرف شو أقول لك صراحة. من ساعة ما صرتي وأنا بالي مشغول عليك. يعني حسيت إنك يعني وايد مقهورة من ماجد وبالك وايد مشغول عليه. مشكور وايد. اصلا انا ما توقعت ان انت تتعاطف معانا او تحاول تلقى لنا حل. انزين اقول لك انت شو رايك نتلاقى ونتكلم في الموضوع ومثل ما يقولون ما في مشكله ما لها حل. ما عندي مانع، اي وقت حاب نلتقي. والله عاد انا كنت بقول لك اليوم لكن الحين وقت متاخر شويه. اي انا بعد افضل انه باكر. ايش رايك امر عليك بالمكتب ونتكلم؟ لا 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 هاك المكان مو مال كلام الله يبارك فيك. شو رايك نلتقي في مكان ثاني؟ طيب حدد المكان وانا جاهزه. خلاص انا بشوف المكان المناسب وبخبرك. خلاص انا ناطره رسالتك. يلا مع السلامه. مع السلامه. باي باي. مع السلامة. وين بتحصلين واحد يا مهرة شباب مثلي؟ شباب ترى شباب القلب. والله ويت رواسي يا أبو سالم. مهرة انت يعني بصراحة حاسة ان ابو سالم بيده الحل بصراحة. هو صاحب الدين الاكبر والاصعب، بعدين انا ما عندي خيارات ثانية. انزين. يعني اذا ما فيها احراج تحبين اذا باكر رحتي له اروح معاك؟ لان بصراحة حاسة انك انت مو مرتاحة لهالريال كلش. تبي الصدق؟ هو ريال مو مريح أبداً. بس لا
ما لزومتي معي، أنا أقدر أدبر نفسي، لا تحاتي. ما ينخاف عليك. لا تسأليني ليش، بس حاسس إني وايد خايف عليك. لا تحاتي، أنا قدها وقدود. صدقني إذا احتجت أي مساعدة أكيد راح أتصل فيك. ما يحتاج أوصيك، ضروري تتصلين فيني إذا في شيء. ها؟ أكيد. تصبح على خير. أنت من أهله.